في 2 يوليو 2013، وبعد ساعة من إطلاق البيان الأول للقوات المسلحة، تواصل احتشاد ملايين المصريين في الشوارع والميادين، وأعلن اعتصام في ميادين ومناطق حيوية مثل التحرير والاتحادية والقبة وأمام مقر وزارة الدفاع، وأغلق مجمع التحرير. كان بيان الجيش في اليوم السابق قد أحدث دوياً ضخماً، إذ بينما رحب المتظاهرون بالبيان واعتبروه طمأنة بأن مصير مصر الخائفة أصبح في عهدة الجيش، فهم الإخوان الذين رفضوا التسوية أن أيامهم في الحكم باتت معدودة. تحفزت اعتصاماتهم المدججة بالسلاح لمواجهة المعارضين أو أي تدخل أمني، لا سيما بعد احتراق المقر الرئيسي للجماعة في المقطم، وهو الحدث الذي راح ضحيته 8 من المتظاهرين وأصيب فيه 145 آخرون، بعدما فتحت عناصر الإخوان النيران تجاه المحتجين على حكم الجماعة. عنونت الصحف أخبارها بأن دولة المرشد تتهاوى، لا سيما بعدما قدم 10 وزراء في حكومة الإخوان استقالتهم، كما استقال محافظ دمياط. وتحولت مسيرة تشييع جثمان الضابط محمد هاني الذي اغتالته عناصر جهادية داعمة للجماعة في سيناء إلى مظاهرة رافضة لحكم الإخوان. وعلى المستوى الأمني، داهمت أجهزة الأمن ورشة لتصنيع السلاح في حي مدينة السلام، وقررت النيابة حبس المتهم بتصنيع قنابل يدوية في شقة بالبساتين. كما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عدد من الأشخاص المسلحين قبل اختفائهم وسط جموع المتظاهرين. في مساء اليوم نفسه، خرج الرئيس المتأكل شرعيته آنذاك محمد مرسي في خطاب مطول إلى الجماهير، لكنه كان انعكاسا لعدم إلمامه بحقيقة الرفض الشعبي لاستمرار حكمه مهما بلغت تكلفة إزاحته.